اخبار المشاهير. البدايه معك انا، شنو عندك هذه الصبحيه؟ شفت البارح، ما عرفتش هذه اللقطه اللي شفت البارح في انستغرام قديمه او جديده اللي هي شفتها في واحد لاباج، انه كاتبين الهنود وتكلموا بالمغربيه. كيفاش الهنود وتكلموا بالمغربيه؟ ايه في الافلام ديالهم، وقال لكم تجي شي وحده في الاخر تقول لك لهجه مغربيه كثير صعبه. ايه يا اختي، اش من كثير صعبه؟ ما لي عجبنيش شي واحد يقول اللهجه المغربيه كثير صعبه. هذه ممثلة هندية معروفة جدا جدا، تكلمات بالدارجة فيلم ديالها، وقال صوروا نيت في المغرب، لأنه مهم هدرت مع وحدة، واحد السيدة لابسة تكشيطة وداك الشيء. سميت هاد الفنانة الهندية معروفة كارينا كابور. كارينا كابور، كارينا كابور. هي وسيف علي خان داروا فيلم، ما عرفتوش جديد، يمكن غيكون جديد. وهي كتقلب على واحد السيد زعما غادا في الشوارع ديال شارع مغربي، ما عرفتش من مدينة، كطلع من واحد الدروج وكتهضر بالدارجه. تسمعوا شنو قالت؟ اشنو قالت؟ بلاتي نسمعوا. كارينا كابور الممثله المشهوره. لا ماشي كابور، كابور. لا كنقولها كابور. اسمعوا. اصلا دار زهير؟ زهير دارو هي هذه، والكزاره هو الفوق السطح. شكرا. ليش بينا لالا؟ قلت لها عافاك دار زهير. ويلا دار زهير. غير اللقطه اللي شدوها بيوسف من الفيلم، يمكن غتكون تكلمات بالدارجه اكثر، لانها مصوره زعما في مدينه مغربيه، وكتكلم على زهير. قالت لي عافاك دار زهير، ملي قالت لها راه كاين في السطح، قالت لها شكرا. اللهجه كارينا كابور دوات بالدارجه، وتجي وحده تقول لك اللهجه المغربيه كثير صعبه. صعبه صعبه بدل مجهود. نقولوا راسي ما نقولوش نافوخي. الله يهديك، راسي ماشي نافوخي، نقولوا ادخل ما نقولش خش. خش 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 اللي انت قاعد تقول عليه، انت عارف اصلا معنى خش ايه. الله الليله عجيب وغريب. نمشي عندي خبر على كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو او حبيبه كريستيانو رونالدو اللي نفات في احدث خروج اعلامي ليها خبر انفصالها عن نجمه كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو. وضحت جورجينا أن الدون لم يقدم عرضا لها بالزواج لحد الآن، واعترفت في حوار مع واحد مجرى طول الإسبانية، قالت أتمنى أن أكون زوجته، لدينا أولويات والكثير من المسؤوليات، لكن ربما يحدث في المستقبل وأصبح زوجة كريستيانو. هذه والدة معه، ولكن هذه دابا عندهم لا، لكن بلاتي باس 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 طويل هذا. يمكن في المستقبل نولي زوجة رونالدو، يعني رونالدو إذا كان شي حاجة تحرك. هذا هو الوقت، هذا هو الوقت. لا السيدة قالت لي، السيدة اش قالت لي؟ قالت لي إن شاء الله يقدر يكون في يعني واش هذا السيد عندكم ما عندوش مع المعقول؟ ها؟ حنا تبارك الله كاع ولادنا تبارك الله في البارسا عندهم مع المعقول. والله العظيم السيد عندهم ما عندوش مع المعقول. سيكو عندهم مع المعقول، سيكو زكريا غفولي. الناس كاملين يسيقوا الخبر بلي قلبي صافي القحبي. شوف اخويا هشام معقول كاينه في البارسا؟ ميسي بنت الحومه ديالهم، بنت الدر طفله صغيره جوج بها سيد قضى غرض ولد وليداته. هذا رونالدو اش كيتسنى؟ كيجمع فلوس للصداق؟ كيجمع راسو، كيجمع راسو، راجل راسو مجموع اخويا صابر، كيتسنى العطار يعطيه الزروره. وي محشومه كاع، والله الحشومه. السيده مسكينه ولات كتدق عليه في الاستجوابات. السيده ولات في الحوارات كتقول له يا ربي متى غتجوز، ان شاء الله تكون شي تجويجه ما عمل فيها ما يصلح. واش السيده ولات كتدق عليه محليه امتى غت مرات ميسي عمرها ماشي حوار، قالت ليه كنتسنى يمكن ان شاء الله. خلت هو اللي جا وقال لها راه قلت لك راه ميسي ميسي ورونالدو رونالدو، وفهمتيني بقى فيك رونالدو بحال اللي هو ولد خالتك زعما. لا بغيت نجاوب ولكن لقيت البيبان تسدوا عليا في هذا الصباح. لا 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 عندك شي ما عندهم ما يقولوا والله ما تخلي لك شي سود. يا كلام يا بقات واحدة ليا انا فهمتي، وبغيت نعلق وانا قلت لهم ما تسكت. ما عندك ما تعلق، قول غاشي صاحبك معلق اصلا من الزواج، قول الخبر ديالك ونعلقوا كاملين الفقره واحده اخرى. الشرطه البريطانيه اش عملت؟ القهوه ديك الطياره المنكوبه. اي صحيح، القهوه ديك الطياره طبعا، واكدوا رسميا انه يعني شكون الطياره؟ اللي طاح اللي كانوا فيها ذوك جوج اللاعب، لاعب واحد انا جاي. اي الطياره اللي طاحت بهذاك اللاعب، طاحت اللاعب الارجنتيني ايمانيالو صالا. فالشرطة ديال منطقة دورست يعني رسلوا رسالة عبر الشبكات الاجتماعية، وأكدوا أن الطب الشرعي في دورست رسميا قال أنه من بين الضحايا اللاعب الأرجنتيني إيمانيالو صالا، اللي كان خلى رسالة مؤثرة
للصديقة ديالو واللي كان عنده إحساس يعني قبل ما يركب في هذيك الطيارة خلى رسالة مؤثرة. واحد جاك ما السيد داير شي مقلب ولا بغى يخبر ولا شي عنده الضرائب ولا عنده شي طيب الشرعي دابا وأكد أنه كان من بين الضحايا ديال هاد الطائرة هادي. جوج كان غاو الشيفور دابا واش لقاو شي 50 سنة لقاو جثة لا لقاو غير جثة واحدة وباقيين عاد غيحلوها باش يعرفوها واش ديالو ولكن لا ولا لا الشيفور لا الجثة ديالو هي اللي أكدوها رسميا أنه أكدوها ديالو هي هذيك الجثة اللي لقاوها ديالو صافي ديالو وتسالى التحقيق وتسالى البحث صافي رسميا تم الإعلان بأنه صافي سالى البحث على وقالت الشرطة لقيناه ولا ما لقيناش طبعا الشرطة ديال دورست يعني قالوا تم إبلاغ العائلة ديال صالة وكذلك نشروها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. نعم. صور رسميا وقدموا التعازي للأسرة. العجيب أنه نانت باعوه كارديف السي محمد دابا وكارديف باقي ما عطاوش الفلوس. دابا نانت كيطالبوا كارديف بأن بعنا لكم اللعاب عطيونا الفلوس. ودابا شوف 5 مليار 5 مليون دولار الدفعة الأولى كتصبيخ شوية لاباس هادو ولا شي وكارديف مساعدين أنهم يخلصوا المبلغ. غيعرفوا حتى يعرفوا نتائج البحث والتحقيق لأنه شنو حيت وقع الكونترا غير ماشي وقت هادشي ماشي وقت هادشي زعما ما رحموش نانت قال لك غيتسنى واحد شوية وغادي يرفعوا دعوة على كارديف. فهذه أخبار مشاهير مستمعينا مازال معكم دائما برنامج قهوة الصباح وتيقول لكم مستمعينا في اللايف ديال ميد غاديو كلهم دايرين كلنا كريستيانو رونالدو.